المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حفل ختام مؤتمر شباب الباحثين الثاني. يرحب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب والعمداء بالضيوف الكرام. أهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء سكرتير عام المؤتمر بالحضور الكرام. ويرحب أيضا الدكتور محمود سيد مقرر مؤتمر شباب الباحثين الثاني بالسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب والعمداء وكذلك الضيوف الكرام، ويتفضل سيادته بتوجيه الشكر لهم. هو مش شكر ولا كلمة، بس عرفان بالجميل السيد الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على دعم للمؤتمر ده من أول ما بدأت الفكرة العام الماضي تكميلا للعام ده، وشكر وعرفان برضو للنشاط الفني، الناس اللي واقفين قدامكم دول طلبة الجامعة بتاعتنا بدون أي مساعدة من أي حاجة خارج الجامعة، فأنا بشكرهم بقالهم يومين بيجوا من 9 الصبح لحد الساعة 5 يعني شغالين البروفات، وإن شاء الله العرض الفني يعجبكم. ده أنا بشكرهم بصفة شخصية لأن أنا منسق الأنشطة، وهم لما يعملوا حاجة ده دليل على نجاح الأنشطة في الجامعة، طبعا تحت رعاية كريمة للأستاذ الدكتور عباس منصور والأستاذ الدكتور حفني إسماعيل. المؤتمر برضه ما ننساش الأستاذ الدكتور محمد خليل العماري رئيس المؤتمر ومش موجود معانا النهارده، شكر خاص للأستاذ الدكتور محمود عبد العاطي اللي شرفنا النهارده، وأعتقد إن حضراتكم استفدتوا من المحاضرة بتاعت سيادتهم. السلام عليكم. فريق القرآن والموسيقى اتدربوا في إدارة النشاط الفني، هم طلبة كلهم مش من نوعية، وأول مرة طلبة من كليات تجارة وطب وكليات مختلفة يعزفوا، فدايما متعودين النوعية اللي بيعزفوا أو عازفين من خارج، دول طلبة من مختلفة. إن شاء الله الفقرة تعجبكم.